صباح الخير يا عم حافظ. اهلا صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه جبت سلطانيه، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايا هنا في الظهر بالاستلام بال 400,000 جنيه. حاضر. يعني طلعت قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 ابدا ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كانوا يجيبوا لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروحوا المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي. كانت ماشية في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. تتمشش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ انا نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال حضرتك ده واقفين هنا للصبح. الله، مش هيننا 400,000 جنيه؟ ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي. يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس تلقيت؟ لا بلغيت الست. يودينا المجمع ب 50 سنة. عينيا ماشي. إله ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ الترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا خديجه، في اسانسيرات تانية جوه. ودي كلام برضو عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانية عطلانه. خلاص عندك سن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوه دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميه ايه؟ ان شاء الله تترمي في نار جهنم. قد مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فندم يلا بلاش العطله دي، بلاش الوقفه دي، خلونا نشوف وصفه حته. عبد الرحيم ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك. يلا يا مخدوم انت وهو. انا ساعتك دي مفيهاش. يلا بسرعه. يلا خش خش يا بيه. احنا فين؟ في شبرا مظلات.
انت بتسلي عليا؟ هتسلي عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ولا ما احنا في الهوا سوا. اعمل لك ايه؟ هنكون فين يعني؟ في السادس، في السابع، لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده ابوات ده يا مؤاخذة. ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك انت واللي كنت عنده. شيل يا مشميش ده ابوات دولة يا مشميش. خش يا رشبيش. خش يا رشبيش. استنى على رشبيش. ايوه استنى على رشبيش. انا معاك يا كبير. تعال يا رشبيش. حاضر يا كبير. تعال يا رشبيش. حاضر. استنى يا رشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. رشبيش. يلا في مرات الخلاط ما هتعمل لنا فيها حكايه. حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعد عزيز؟ لما اموت؟ الله انت حضرتك حلم محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فنديه، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فنديه وحد ابوكم. ليه؟ وهتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله، هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله، انت هتذل لنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه عبرد الخزن. يعني ايه يا الله؟ خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا سي رمضان، اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل هتذلنا دي. ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايزه اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبتي وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يوه يا عم خلصنا بقى. وبعدين معاك انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانية زي الجيزم وتيجوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجة، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقم روح ابني بقى، وقف في اخر الصف هناك اجري. لا برود الخزنة مفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا مستعجلة تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي فنتك على الله نمع على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استنى ملحوق على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانية. لا يا اختي مفيش خده ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتي هنقبل الحرام؟ قولي يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك. ايه اقف في اخر الصف؟ انت حاطط
الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عناية. اتفضل. وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه الربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش، خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه بس رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش طول عندك عجز ب 60 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز. اعوذ بالله، حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا رمضان. حلوين. لا، اعمل معروف والنبي فكر في اي حاجة الا رمضان ده كده. ماشي، انا بقى هفكر في التفكير اللي اخر حلاوة. بس يعني الحكاية دي مضمونة يا هلوتي؟ يا بشبيش اطمن، الهلوتي ما يفكرش في حاجة وتطلع مش مضمونة ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي، ده احنا عيال مخنا نضيف. 400 الف جنيه على 3، يعني كل واحد مننا ينوبه
135,000 جنيه وحته. وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق، سلمتين له رمضان. يا عم هلال، يا عمو، عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شط طعميه سخنين، انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل، انما ايه؟ شوف الطعميه وحلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك، مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت، بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله، اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربيه على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد حايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض، علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي، علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بالك. انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه اللي انا اشربه من كعاني يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه، اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش، بقول لك يا خلاص. لسه ماما عاملين يا ماما. يا بنت وانت قبل ما تخشي تغسلي وشك مش تشوف الميه هتكفيك ولا لا؟ يا ابن الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك؟ نقعد من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سابق في كابوس اصعد على صوتك في الحقيقه. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خالد ابو علي. خلف عينك، انت لسه نايم؟ نوم العوافس والله عليك. تعال يا وابط الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خالد ابو علي. جاتك الهم. Thank you.
الصابون في وشهم. عينيا حاضر. امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. انا هو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. سم يا اخويا على عيل ده لما صفحت الميه. الله جرى يا ست انت، ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفنا حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو؟ امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سم يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فاضيانك. طب شايلين انت؟ العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا ولية؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا ولية. سرقه. ايوه. سرقه ايه يا ولية؟ مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا ولية؟ مش انت اللي مديهالي العيل؟ قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. متشكرين قوي يا رمضان. العيش العيش اهو.
عايزين حاجه تانية؟ لا اطلع انت بقى، غير هدومك، انا معمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فيه؟ لسه هطلع السلالم دي كليتي. اه امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ اه على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب، ربنا ياخدك يا اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي على مهلك. حماتك تحبك، غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفتر برسيم يا راجل. الطعميه سخنه ايه؟ كل. حماتك تحبك ماشي. بلاش حماتك تحبك دي. واي بلاش، حقك عليا. بقولك ايه يا اخويا، ما توديناش محكمة عابدين؟ اخد عجلس باريزة. باريزة باريزة يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوة. ايوه يلا يا احمد، يلا يا اخت اطلعي يا اخت. اخويا حاسس؟ انا باخد لحاسس. اه الله احنا يا احمد. يا اخت اطلعي يا اخويا. يا اخويا يا اخت اطلعي. لا رش على كده. ايه يا ست انت؟ مؤاخذة تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا بعيد عنك. بص هلاقوا فلوس ناقصة في الشغل. اه على بلاطة كده يعني هبطوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 أشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا وجابنا في كل حاجة. لجنة خبراء أجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ابعد. يا سعديه يا اختي، جوزك ده راجل خايب قوي. انا على راي المثل، ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذه، ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهيه عشان 300 جنيه؟ يو هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 أشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله، مش نيابه ومحاكم وبوليس؟ ابو الجبله يا اخويا عاملينها فتحه. جوزي بيقول على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله وانا تلك نبويه. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبويه؟ يا سعديه يا اختي، دي تسعيره والعمليه دي فيها 10 سنين. هتسالي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوه، انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت، ما تحطهاش حلوانه في سلوانه وتلزق كده. ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله، انا اشوف العربيه على وضع جسمي ازاي بقى؟ يا يا سيدي.
ما تضحكش عليا ولا حاجة. أمرنا لله. نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي في بالي. نعم أخويا. مش قصدي عليك. أنا مش قصدي عليك، أنت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشبيش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كيلومتر. علي النعمة أنت مسكين. أي أيوة والله. الرد والسمنة وصلوا الجمعية يا فندم. انت واقف فين في حالك؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الله، وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز؟ ما اكلش رز ولا سمنه؟ اموت من الجوع؟ سمنا عندي حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عيانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشبيش في حالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايز اي حاجه بقى من هدف معايا؟ لا اتكل انت على الله. اي خدمه يا اخويا. اتكل على الله يا رب. السلام عليكم. مع السلامه. انت في ايه؟ ما انت واقف هنا بتعمل ايه؟ مالك في ايه؟ زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه، بنشتري بال10 كيلو بال14 كيلو، بالك؟ وفي العيد بنتبع جنيه. اي والله بنتبع جنيه. البريال لحمه قال. ده الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبصلي ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم. بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبصليش، قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه؟ قال على راي المثل، اقرع ونزهي. اقرع ونزهي؟ يا ست اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هم 605 مرطوش، هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه. تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسه موجوده. وانا موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ بكام ده؟ بكام جنيه. والتلاجه بكام؟ وما يخنقش حد حد. واوضه النوم بكام؟ وما يخنقش حد حد. يا ست النام على ارخص حاجه. ايوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. امال اعمل ايه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني. انت لا تصلح للجواز متلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد؟ ولا ناقص رجل؟ ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس. عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوش لي ب605 مرفوض. ب605 جنيه. يا ماما، يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ستي انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. مقليسه قوي. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشه ما تسواش. ما تزعلش مني. الله،
هو انت ترزعين الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بلتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي ناحيه ورا بتعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى احنا فوخة. ما تشر عليك يا بنتي، ده مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. اله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنين، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. اله يا رب تطفح الرز، اله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياء. امال الموظف اللي زي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا حنوق مرضيت، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في ست سنين، كنت هلاقيها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كام فرق. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا مغاوري. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا استاذ رمضان. ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا استاذ رمضان. مالك يا ابني اسال بغلي كده؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ ايه في ايه؟ انتوا قلبتوا الدار مقابل الجواميس؟ ايوه، اصل ابويا العمدي مخلي كل حته في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما في سنه غير سنه الفلوس؟ نهايته خلي العمده فين؟ موجود جوه. اتفضل يا استاذ رمضان. يلا اتفضل. قلتوا ايه؟ سلام عليكم. عمرك يا عم. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رمضان. ازيك يا رمضان؟ اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صافا، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خال؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني. ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خال، حاجه ساقعه حاجه سخنه، اي حاجه تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم، ما فيش اي ولا نيله جاي. ها ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضره العمده، وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي. تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هندام، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خالي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيره الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتانة. تعبان ويفرض يعني؟ ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمة يعني. منين يا من هنا؟ ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. ايش بقر وايش معيز وايش خرفان وايش جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي اللي جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاوي اللي اكلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض، خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحن؟ شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحن؟
ثم هجيب لك من ايه؟ يعني ما حلتيش حاجه. ما هم لسه مديلك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخويا، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الهي ربنا يجيب لك شوطه في الجواميس بتاعتك. الهي يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت لا ضربة. ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا بشبيشي. اتفضل. برافو عليك يا بشبيشي. كنت كويس انك جبت الشنطه، بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلم. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيشي. اضرب يا بشبيش اضرب. بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. السد في وشك يا عيشه ام علي، تبقي تمشي بشحاتي في الشوارع. ايه يا مك؟ سرحان ليه يا استاذ رمضان؟ بتفكر في ايه؟ انا جهزت يا اخي اهو، كل واحد بيفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس ايه؟ اجري اجري كتخيبه، انت فاهم حاجه اجري. يبقى انا ما قلتش غلط بقى؟ ما هو ما دام النهارده 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا استاذ رمضان. هقول لك حاجة بقى يا هام. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعة مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلم بقك. حلوة. ايه دي اللي حلوة؟ النكتة. نكتة؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شوية كده وشوية كده يا استاذ رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان. علي ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت واقفة عندك بتعملي ايه؟ تعالي كده. روحي اله ربنا سد ابواب الجنة في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخرة ما تقيش حتة تاويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه؟ رجعت الشنطة مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ اه فاهم كل حاجة. بقولك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انتس بقى على المصلحة وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت. يا جدع قول لي يعني لوحده. الله. والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمني ان انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يديم معروف، احنا مخونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلني يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول.
لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتوقفش الا للزبون المفرط، فانت لما هتمشي حلقه بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتل الشنطه. شنطه ايه اللي عايز تتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استأجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده يلا. ربنا يوفقك يا بشبيشه. يلا يا اخوي مع السلامه. سلامه يا بشبيشه. سلامه يا اخوي. سلامه يا بشبيشه. لا مؤاخذة جت سليمة. جت سليمة يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتولد وانت هبلت الهبة دي. معلش حقك عليا، حقك عليا. يا بروح تاكسي. فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغالة باب الشعرية. اخد 5 جنيه. انا موافق. والتزامات الله يخليك يا ابني. ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي اهي فاضيه.
في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك؟ دي مسألة كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي. انا بقالي 15 سنة بشتغل، لعمري كسلت ولا عمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروحة قوي يا اختي. لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخيني، انا اعقل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور مع عرضك يا اخيني، اوعى تتهور اللي يحبسوك. ده كده على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ هنديهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ايه اللي حصل ده يا سي رمضان؟ هي صوري انا عايز اقول كل شويه. قلت لك يا اخي انت سامع ابن احمد الشهاب. حاضر. الله ايه الحكايه؟ الله هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه؟ ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف، يمكن انا اللي هتجنن. انا مش عارف ايه الحكايه بالظبط. السلام عليكم. خير؟ خير ايه يا فندم؟ ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج ايه لا سمح الله؟ ازاي ما خبطتش الموظفين دي لغايه دلوقتي؟ ثم ايه كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لهم على الحقيقه. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا فندم؟ هم مش قالوا لك اللي انا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى جننت ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام وادي رمضان ودي التليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليظ بتاعك اللي اسمه عزيز. ثم واحد اختلف فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست؟ لا. ومين انا راجل ما احبش اللف ولا الدوران؟ ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي. انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. انت حر، اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم عصر النيل. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض عليه وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما بتبرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول انت اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولع. ده انت مصيبه. انت مين ملاحق علينا؟ قال لك هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلاقى عليكم؟ حاجه يا اخي، انت مالك مكشر كده كده؟ ادخل. سيادة وكيل وزارة. خليك اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم افندي على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ايه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني، ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه اهمية ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء؟ شوف الحلاوه. يا راجل ده انا حفيت عشان اقابلك، دول قالوا لي انت اتجننت، سرب بنكله يقابل اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تخاطب الرؤساء وتروح في سين وجي. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكلك وجاتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم دي يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطروا عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوا له المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل ان عمره ما اداه الا للمدير العام
والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني، اذا كانت ضاعت منك الشقة هنعوضها لك بحاجة تانية احسن منها 100 مرة. ايه رأيك يا سيدي حدك حتة ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ في ايه؟ في السلوم. في السلوم؟ المستقبل كله هناك. لا وايه، الجمعية عاملة المتر هناك بخمسين قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهرة بربعمية وخمسين كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت عينك يا سطور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للترزي قلت يعملهم لأي حاجة. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه؟ بالظبط زي ما قال لفندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك انا. هتودي نفسك في ده؟ يا سيد الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا ولا حد مأمور، يلا حد ابوك خلصت، يلا يلا اقلب اي حاجه. البيه الوكيل هيبقى السارة، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا حاضر حاضر يا سيدي، خدوا يا رخيم حسنين حطوا في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وبعدت زخر العداله. يلا يا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش، امشي خد من ايه. يلا ضرب قدام، امشي. خد اذن من النيابة بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوة في الشرق. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز وما حجزتش نروح على السجن على طول ونخلص. ده انت مستني يا حبيبي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو. انت واخد واحد سرق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سرق جزء من اخره ولا نشيله جزء جنيهات؟ انا بقول لك واحد فريق نفسه. طب تعالى خش يا غمر. ده برضه بيزوق. ازيكم يا اوباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ واوباش؟ دي اوضة رمضان؟ اي. فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد بغير. بعترف. مش ممكن، انتوا اكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة ان المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده ابدا. يا اختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. الا قول لي يا جدع انت، انتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا اخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم ان خدهم. اه بانه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقعوا تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احنا الحمير. يا اخوانا عيب كده العفره دي، مش معقول هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم. اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صل على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضلكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان عليه. ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا بتديله الاكل. حاضر يا ستي، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روح انت عليه، روح وحطي ببطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي، حاضر. اتفضلي يا ستي. مع السلامه. وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. حاضر. انت محلويه كده. ها؟ ايوه يا سيدي اهو. هات الاكل يا باشا. طيب يا سيدي. اتفضل. سلام يا فندم. اتفضل انت. تعالى هنا، انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان.
رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقولها بيه، انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبتكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا ام وسيم وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش، انا ما بحبش الطرق دي. انا لا بتحمس كهربائي ولا عقب سجاره، اختلاس، واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ الله، لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك العب 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا وحياة ابوه، يلا دي القضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزاه، وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعاده البيت، انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي ال 400,000 جنيه، هيطبقوا الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1000، يبقى انسرقت سرقه جمل. شغل بالك انت على راي الوليه القرشانه بتاعت الكرو. يعني مفيش فايده في دماغك؟ انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس، وساعتها لا حطوا ابيض ولا اسود، وهتتحبس برضه. وما حياه فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي. اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ ادنى ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا، ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، اهو تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعاده الباشا المساله لا محتاجه محامي ولا غيره، القانون واضح والماده معروفه ومحفوظ. ان انا قدام حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصيه. معيش بطاقه. ايه؟ وروني بقى هتعملوا ايه؟ ولا يمكن حضرتك اهو؟ لا في بطاقه. اهي اهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصوره بتاعتي حلو. طب اتفضل اديها لهم. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي أيوة والله. اتفضل انت. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامة. أي أيوة والله، خلي التذكرة مع حد. مع السلامة. سلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. سلام عليكم. راح فين يا فينا؟ خش خش. إيه يا نعيم؟ البيه الوكيل هو اللي خرجني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاتل قاتل وبيخرج بكفالة. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت، انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف فيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. Thank you.
اللي ايوه انا اللي انت ايه هرب؟ ايوه هرب، واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي اوعى تتكلم حرامي حرامي. ايه كتكنين؟ احنا ناقصين؟ هم راضين حد يسجنوني؟ يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا عليا في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ها عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا ميعاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان، خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل، اقعد يا حبيبي، اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك، ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يعني يا الاثنين دقيقتين هحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك، اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق، هي الاخبار عبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون؟ امال كام يا عين امك؟ مفيش، والله مفيش. هم 400,000 جنيه عمر. عمر؟ عمر ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين، دول يبنوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا، ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط بالشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنه؟ اكني سافرت اي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. اموال الدنيا كلها ما تساويش انك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفايه انك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري، الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم انت مش كنت زعلانه ان انا ما عنديش شهاده جامعيه؟ ادينا هجيب لك شهاده جامعيه من جامعه ابو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه، انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي، وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه يا علي، من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضناي احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه 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 بس عليه. اسال الجعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ النمائيه، هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب كبه. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. الله، طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي، انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبس مننا ومرتب لنا حاجه، احنا بنمله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كلك لقمة. اكل ايه يا ولية؟ ما انا لسه بتغدى. وماله، كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه؟ بس تعالى.
عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه؟ وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماد انسى الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بقى غليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا قومي. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان. يترد لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زي العسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عايزك في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لما اقصد في دي الكلمه الناس بتقلب دكاكينها بتعملها السوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى لما اقصد يعني عايز منك قرشين سلف هتبقى حلوه وانتبهوا جدعانة. سلف مين يا عم سويلة؟ الله 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 الله. من الهف اللي انت هفه. من الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيه، انت كمان تهف. الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقه من اللي انت سايقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من مال الحلال. احنا هنقوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا سير هديه دي. لا يا شيخ. يلا مزيكا. يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يحظه. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. انا همشي من هنا، تعال وراي. السلام عليكم.
بنراقب بعض بالكمبيوتر دلوقتي، مش بنفر حجاز ميري. ده انت بلوى مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده، ما تستقيل؟ استقيل؟ ايه واستقيل؟ اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك في داخل وانت مروق. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. يا جدع انت عاوز ايه مني؟ مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها، هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش فايده. حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرا الدرس عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعده متكلفه برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي أنت دابتك للدفاع عنها. ثم إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا ترسلي 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان. خلي الأستاذ المحامي يشوف شغله. يا سيادة الرئيس، القاعدة القانونية بتقول أنا اللي أتكلم وهو اللي يسكت. القضية قضيتي وجو حاول ابلع بطوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد على المعروف. سيبني في حالك اقعد. الله لا يسيئك. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشدة مع امثاله ليكون عبرة لغيره. ايوه ايوه يا بيه، انا عبرة لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. يا رمضان ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خساره يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجه. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل ايه اللي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. محكمه حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان إبراهيم إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا حرام يا أحلى العالم، أنا بإخلالي رسمي على الجميع. عاشت إصدار القانون، عاشت المادة 112 الباب الرابع لقانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما تديش دعوة، ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسك. استنيني. خدي بالك منها ام علي. فعليا بالعكس يا اخويا قاسم وقتل. منين يا حسرة؟ منين؟ مثلكن مثلكن. قلبي معاك يا استاذ رمضان. قلبي قلبك على روحك انت، ما كويس مش دعوية خالص. يلا يا شاويش. يلا يا اختي يلا. خش يا مسؤول. الا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين. يا اوباش يا زبده المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا قد ايه؟ مش عاجبك يا هو من اولها كده؟ تعالى هنا.
اجي هنا في ايه؟ هاتوه. الله، بالراحه علينا شويه مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه؟ ما ترد يا انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعه 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو، انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتوه. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي، انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه، ما تيجي تاكل معايا؟ طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ أبقاب. مين؟ أبقاب. أبقاب من امتى؟ انا مولود أبقاب. مولود أبقاب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود أبقاب. الظاهر يا أبقاب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هما بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو قاب. ابو قاب ايه؟ حد اسمه ابو قاب. عيون بشبيشي.
قد الاستقالة امتى؟ لا انا مش هستقيل ولا حاجة، انا غبت، هما ضيعوا فلوس. لا كده ما مشيش، لازم تقدم استقالة عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حيله وسيح دمه كده. هروح استقالة جدع. انت تستحق كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر طبعا كسر، ده الحرامي مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب تلفزيون اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهب ده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نقي مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لمؤاخذه. حلو تسميع، حلو فعلا. الجنيه ما بيستحملش عصرة ليمونه. انت بتعمل ايه؟ حتم تكنس مين؟ تكنس مين انت؟ ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصة اللصوص، وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصه الحراميه، سلام للزملاء الكركيه، سلام لقصه الحراميه، وسلام لاخواننا الكركيه. البواكي حلوين حلوين، يا سلام الحلاوه من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتهبر واحنا نعيط، ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%، ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%. اللز والفستق بتقنقش اه، واحنا بنتغدى حرنكش، واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش، والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية، قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محفوظين 100%، احنا الاوباش هجام. ضربوه يا سلام يا سلام، اهو ده الهجام. ضربوه يا سلام يا سلام، اهو ده الهفاف. ضربوه بيخاف، اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال، اهو ده النشال، اهو ده النشال، وكل اف وله حلال. حرام العشة الفاضية فاضية فاضية فاضية، وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة، فكة 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 في الصنعة، دول عالم سكة 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 سكة. دول الحرامية الفكة، فكة 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 في صنعتنا، دول عالم سكة زمايلنا السكاك. السك واحد ضيف شنطة وزق عجلهم على طنطة حبس لونطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة، عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا، انت بتكلم مين عم نجات؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير؟ انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك.
انا عندي ولد لا مؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليهولك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على 6 بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد منه. ربنا يخليهولك ويخليه. ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغلهولي. قوي قوي عناية الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي بيه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروك. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. قوي. تشكر يا عم نجاد. شكرا يا سعادتك. شكرا. سلام. اول مره الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركه الرزم. بصراحه انا زعلان الموظفين في المصلحه هزقوني عشان اتغنيت. يعني انت وانت فقير وزق وانت غني بيهزقوك. دي طبيعتك شحاتة. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجه بالنسبه لموضوعنا. لا ما تخافش هلوتي السر الدفع في السجن مع رمضان. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ ما غريبش بيشي. الله تنقصك حاجه يا راجل ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفتري بقى؟ اعوذ بالله نفتري ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف؟ انا ساح يا جدع. انت احلى ساح يا جدع. ساعد لينا في الخير. ما تسعى انت وجيب لنا ازازه مليانه. لسه انت عينيا خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. يا عم فلوس ايه؟ يا خد. يا عم ده انا يا لي فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع ده من تجربان. هيقول لي خد فلوس. خد اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك فين يا بشبيش؟ انا نازل اشرب من البحر قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا شيخته؟ يا عم وانا شايف قدامي روح انت. طيب خرع فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونس. اهلا يا نوره حلوه. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره. اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على اولى ده اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمرة؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري. انا راجل محترم. اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا. شكرا جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوه يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعت انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبه نرميهم فيها وانا وانت اكس على بره. امتى بس؟ قريب يا بنت ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي لكل واحد فيهم التلت؟ دي ضربه العمر على راي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفه عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. ايه
هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه يا وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس. هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقي يا بيه. انا خدامك يا ابني. هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. مين؟ قصته المحروقة. بس بس يا فندم ما تقربله. ده طلع معرفة. ماشي بس يا دكتور. هو خلاص خلاص استراحة قصيرة. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله يظروف يا استاذ رمضان. تعالوا اقعد استراح يا ولد. اقعد يا بشبيش. انا اتضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشافوا كوباية كبيرة وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح. ده اكبر هجام في مصر. معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقة. عقبال اولادك خارج افراج الجمعة الجاية. هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجة بسيطة. ايوه ايه يعني؟ حاجة بسيطة. ايوه بسيطة. ايه يعني الحكاية؟ ايه؟ حاجة بسيطة يا استاذ رمضان. بس شفت العملية بتاعة تاني جد فايدة ازاي؟ فايدة كبيرة. مش كده؟ تنوروا. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك. خد راحتك وبعدين بحكي لحكايتك ايه؟ ايه؟ والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهمك. شفت الحظ؟ ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عارف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي. هلا خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتل هم اي حاجه لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجة. الشاي يا معلمة. تشكر. نخدمك في الأفراح يا أكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. بس تعقيبا على التصريح الأخير بتاعك ده رمضان، أنا فعلا بقول إن حرب المدن دي فيها إسفاف. أصل الحكاية كلها هي روسيا وأمريكا. وهي روسيا وأمريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي مكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس هيحفي النسوان في النص. صدقني رابريون بنبلط قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. بس هنا محدش يفتح بقه. الجلسة ست جامعة. حاضر. مع السلامة. ادخل.
عيني يا فندم. افتح معه. اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه اهو. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقه ايه؟ هو احنا اللي حدد نزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس. البشبيشي محمد عبد الحميد وشحاتة علي السيد. واعترفوا بالكامل بالجريمه وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده ايه؟ قال الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس. شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقه ايه؟ يا سعاده البيه انا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وانا اتحاكمت وخلاص وبنفذ دلوقتي مده العقوبه. وبعد العقوبه ما هتنتهي هخرج واخد حقي. وعلى راي المثل بصل بخمسه وخمسه ببصل. انما تقول لي سيادتك امور وقتيه وحاجات مستعجله وبشبشه الحكايه اصلها هتضيق ومش مستحمله الحاجات دي كلها. اعمل معروف يا رمضان. انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه. انت ما سرقتش يعني الحكايه هتبقى مجرد قضيه ازعاج للسلطات وخلاص. الله ما سرقتش ده ايه؟ حرام او انت انا يعني اكذوبه. يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا. اعمل معروف وحياة ولاد. بلاش كلام كتير، افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله ياخد مين؟ يا سعاده البيه انا حرام؟ حرامي؟ انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا وانت كنت لو كله في الامان ورحمه امي. انا حرامي؟ حرامي لسه قراري مختلس. هي براءه بالعقل ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي. انا مش حرامي. ما تهدى بقى عمار. ما انت طلعت من غير اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعرف احسن من الحكومه. اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا فشوش؟ ايوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه اكلوا لي الشاورما؟ انا عارف لك بقى. هم خلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ده يا جدع عندي. انا عارف مش انت اللي بتقول. انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما. انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. فاهم يا ليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من اري ده يا دي. لكن هجيب هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه. بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. طب قول. قول له كمان. قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها هناء. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها هناء ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه. انا كنت هقول لك. قول قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعه هوا. انا تكسفني قدام المعلمين؟ ما عادش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما ماما انت كمان تقول ماما. حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين للاسم الهلوتي بيه؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله هجيبه. الا قول لي لو عوزتك اجيبك من ايه؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ نصية النتن. نصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب نصية النتن. ودول كلهم في ايه؟ جلود بيه. جلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. طب
ربنا يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامه يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب. العجوة يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت احطه بطيخ يبل ريقي. عجوة. طيب طيب كمان. يا سلام انا مش مصدقه عينيا. الله مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال 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 معايا. يا اهلا وسهلا يا الف مرحبا. اهلا بخطيب بنتي الجزء. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي. انا كنت عارفه انك هتطلع من هذا الصحراء من العجينه. اطلعي علي هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس. يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزهده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا ستي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني كنت هتربيها 7 سنين علشاني. انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن. متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا حسيبك؟ ده انا مش حاسبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا. اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي. اطلعي يا روحي. اطلعي يا اخي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس. الحياة عجوة. ايه؟ عجوة. الحياة عجوة. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجة دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منورة. ده نورك. اي والله نورك. الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. ما انا علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي واعيش عيشه المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المتدكن ونديه. نديها بقى يا جماعه. ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجند يا بنت انتي. ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي انا هاخد حقي. شوف يا حماتي عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجاه في اوانها. اموت انا في المنجاه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان
ايه دول؟ 1800 جنيه خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدره هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركه بقى في ست الكل حمات الحلوه دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه. ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلامنكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزه. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ حبيع يا ابني حبيع. يلا يا علي ندور على الحجه تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شويه. هي فيها لسه طول البال؟ خطيبك ده بيخطط للنغنغه، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقه كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضا شقتي مكتب، انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري ده داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغاية دلوقتي ما اشتغلتش بتلاتة مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجة عجيبة قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجحاني لما ربنا يفتحها عليه بسرقاية وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمها كل حاجة وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. ياس نو ياس نو نو ياس ياس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعه موجوده في المخازن وكله تمام التمام. هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله ثلاث دقائق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا ومعلش انا عايز ثلاث دقائق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس اداره الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. فضل سعادتك استريح. ثواني. فضلك يا بيه. تعرفت الجمارك بالنسبة للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. السلام عليكم. ربنا يديك الصحة كده ويخليك. ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ علي الدور. أيوة سعادتك. اتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السيادة. عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده.
لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ الالف بنخسر طه ضاعت عليا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا الف جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير الف جنيه زيهم بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب الف جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بكرر اسف. حقيقي. حاضر يا سيدي. ادي الالف جنيه اللي انت دافعهم وادي الف جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجة ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ أعوذ بالله. أنا جاي لك بكرة ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع ألف سلامة. أنا بأكرر أسف. اللي بعده يا ريمون. اتفضلي، اتفضلي استنى. سعيدة يا بس بنتي. أنا يا عيش. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ كل ده يطلع منك؟ خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي أنت بتعمله خد. إيه دول؟ سيختي تمنتها النهاردة جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم إمتى؟ لا 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 لا، أنا مش مستعجلة عليهم. خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين، احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رايك يا حماتي. المهم وصلت كام مني لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا لا لا، كله بالحساب. انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوفي يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000، والنص بيت ادي 9000، وادي 8، يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن. مش كده؟ متلكن اه. وعلي زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس، بكره تروح. انا رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بعد. ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف بيه؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف، ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حبت لما عرفت عيونك وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ ما اعرفش اقرا وتكتب. عندك سمعه؟ ما عنديش سمعه. بتفهم في اي حاجه؟ ما بفهمش في اي حاجه. عينوه في مجلس الاداره. مش هي دي الراقصة نهد؟ تمام. ربنا يتمنى بعقلك. هنا ده عنوانها، وبجد على اسم الهلوتي هربان في حته ما حدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له ما عرفوش. افرجوا عنها بعد كده. يا حته تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟ يا
لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك برقبتي. ربنا يتميمك بعقلك. عاقل قوي. حلال. قال والله عاقل. حلال. بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعة دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها، ترسم عليها انك انت غالي قوي، وتصرف عليها ببذخ بأبد. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. اضحك يا بوي يا بوي، ده انت لحظة جشع يا بت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلتنا طينا طين الليل. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فرطوس يا عبد المتجلي. عبد المتجلي يخرب بيتك يا عبد امبطحي. انا مش عارف اقول لك ايه واصل. انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبقي سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حيح يا حيح يا علي. ليلتنا مطينة طنطين الليلاتي. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينة ثلاث قناطين الليلاتي. عم بطهي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد الجواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكم يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ أهلا يا مغاولي. أهلا أهلا أهلا. ازيك يا رمضان؟ شايل بره. والله عشت وشفتك آخر قبهة. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خال. أنا سمعت يا ابني عن كل اللي أنت بتعمله، حاجة حلوة أوي. قلت الضفرة ما يطلعش من لحم، وإحنا طول عمرنا وأنت عارف إنني بتمنى لك كل الخير. أمال أخبار مشروع المواشي اللي عندك إيه يا خال؟ المواشي ما بعيدش تجيبها بقى اليومين دول. بس أنا خايف يا رمضانكو يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا إله إلا الله. شوف يا خال، احنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والسقوق، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه اهم. انا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيها الاثنين حاجة ساعة اللي بره. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن. ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي، انا قصدي ان الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلها،
وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش، ما تاخدش منهم حاجه ولا تديهمش حاجه. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خالد. طيب يا سر رمضانكو الفلوس اهي، عد ايه؟ عد مين يا خالد؟ عيب في المضاربه والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيك. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خالد؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. ايوه. انت عارف يا خالد، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب نستأذن. مع السلامة يا خالد. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خالد. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى. انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يا رعي؟ فلس؟ سمع؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ ده منين ده اللي؟ يها؟ ده بياه؟ ينيلك ده احنا؟ يا له؟ له بياه؟ عن اسمع يا لي. كانوا على قرف الزان الكبير فيهم، والله ما اعرف اسم الكبير. انتظرين لحظة من فضلك. ده بي 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 ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا. جاهزين؟ جاهزين يا سي رمضان. ما فيش حاجة اسمها سي رمضان، قلت اسم سيادة المقدم. حاضر يا سيادة المقدم بيه. وأنت أبقى عارف هتعمل إيه؟ طبعًا عارف أعمل إيه يا رمضان أفندي. ما فيش حاجة اسمها رمضان أفندي، سيادة المقدم. بس عليا النعمة أنا لايق في العسكري أحسن من الحرامي. جدع، وأنا هعمل إيه؟ أنت ما تعملش حاجة، تفضل ساكت خالص كده أهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجة اسمها معلم، قلت لك سيادة المقدم. حاضر يا سيادة المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سيادة المكتب؟ يلا بينا، ادعوا لي. ربنا معاك. بس انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ تعالى هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. مظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. وبعي؟ لا دي 7 سنين سجن مفيش فايده. هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه انا غلبانه يا بيه. يا بيه انا في عرضك يا بيه. انت غلبانه انت؟ ده انت يساب لك بلاد. ده في بيني وبينك طربايه. طربايه؟ ايوه، اصل انا قبل ما اشتغل في الاداب كنت ظابط مباحث، وكنت ماسك القضيه بتاعت الواد بتاعها حبيبها، وهي اللي قربته بسلامتها.
عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا على البوكس يلا يلا. انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني وهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمعي يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصيني. هم هيسيبوني يا سعاده الباشا، اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا مش هتقرا هي، انا عارف. حر يا بيه حر يا بيه، بس اضمن مني ان تسيبوني. لا في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اونطط اونطط، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. وديلها بنت الارشينات. ايه؟ وديلها بالارشينات. حالات ايه؟ همك قوي على المكافأة بتاعت وزارة التخلية. يلا لبسهم اي حاجة عسكري. حاضر يا فندم. يلا خد لبسهم اي حاجة. اتفضل. قدام يا مزمزيك. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى؟ انت هتودي ده ليه؟ نتعشى؟ اسكت خالص. مش ايدك متهوبيش تحت هنا، وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخلينا ناهد. انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكرودي اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هتضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العشا ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعذبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي ايه؟ فين الفلوس؟ عيني حاجه بالك. اي حركه هتعملها انا ما عنديش رحمه، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. انت هنا حد شدح باقه. جوه جوه. يا كرم الله. هذا من فضل ربي. هسهلنا ما حدش يفتح بوقه. سيبوه يا كرم الله. هذا من فضل ربي. انت راح فين؟ راح عند شفتح بقه. فين الفلوس؟ خلوها لك يا كرم الله. يا كرم الله. اتفضل ربي. الفلوس في ايه؟ يا كرم الله. عليك يا نونس. مين؟ محدش بيفتح بقه. كانش العشرة فلوس.
يا مرجو يا نونس. ولا نونس يفتح فوقه. فتحي غضروف قباب ميمون، انتوا مأمنيني؟ بيتنا. شوفوا انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كأنكم ما تعرفوش اي حاجة. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معاي، اكنكم محوشين قرشين للزمن. تأمين على الحياة يعني؟ بالظبط، اول تأمين على حياة الحرامية. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا تعبت البيت. سلام عليكم. فيه يا جدعان؟ راح فين؟ سيب عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي، امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلاني استرديت فلوسي تاني، وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حق ايه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بايديها الاثنين دول اللي هيغسلوا غسيل ابو زعفر كله. هي عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لبت لي قرشين هري، عملت حاجه اسمها رمضانكم الاعالي البحار. رمضان كويس والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه ده انت لابسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جد البيجامه والزنوبه اختصارا من الاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات، قلت اختصر الاجراءات واجيب البيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام دوار. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري، عسكري يا شويه، تعال تعال اقعد على راس ابوك. اقعد عليا. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا محضر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعاده البيت. السلام عليكم يا نصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. زجزح جوه التخشيبه بس احوالها يا ابويا غريبه، حاجز جناح جوه التخشيبه. واحنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%، احنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. دول زمايل لك كركيه، يعيش كبير الحراميه، يعيش اصل الحراميه، يعيش اصل الحراميه، يعيش كبير الحراميه. بس انتوا يا ناس ناسيين، بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجه فايتانا بقالها سنين. بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجه فايتانا بقالها سنين. يوم واحد في الحريه، الحريه تساوي ملايين، الحريه تساوي ملايين. ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامة. ازيك انت يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده؟ لقمة كده على الماشي. الله، انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه؟ ما لقيتش صنعة غيره تأكلني عيش. ها؟ هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجة مش رايق الأول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ وسنتين. ولا انت نسيت؟
كده يعني شويه. مرزوق حتى انك مبحلق لي كتير، مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاته دوبل اجليطس. اتفضل بلاش السايب، خليها بزاز اكليطس. كتر المزه اكليطس، اخدهم مزه ياما. اهلا وسهلا، انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم، وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا قد ايه. بس انا علم انك واخد ثلاث سنين. طلعت بتلتين المده، حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليا ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ ان انا يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقوله خليك تحلف وركب لك ذنوب؟ ايه عنك انت؟ مرزوق حاسب حاسب مرزوق. خير خير. درعوا الخمره من عماهم قالوا الخير جاهم. رزين رزين. على الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا عشان ابقى خفيف. يلا انت اللي كان لازم تدفعي. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخوليو؟ خير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. تحلوت قوي. طيب الحريق بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوليو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة، انت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا مربع. Thank you.
الشريقي. شط الدنيا ضيقة كاف يا معلم. كسروه كسروه كسير، بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. على واحد مش مرجله برضه. انت هتخطب، روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجوز دول اربح يا ولد. ايه تعال بقى يلا. عربية بوليس ناجده ورانا ولا ابونا امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه.
ايه ده؟ كده تحرق قلبي انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. برزوق. الدمنهوري برضو؟ لا الكوتش. قول لي العالم دي كانت تراقب لك ليه؟ حرقت خمرت مش غير. يا نهار ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسبراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. ده مش سبب كافي خليك تجي لي في ساعه زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه سعاده البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت سعاده البيه بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها، قلت لك ما تتصرفعش على الفلوس. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا سعادة البيه، وليه في البيه دلوقتي يا سعادة البيه؟ أكل ولاد السبعة منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص، بلا ولادك بلا زفت. بكرة هبعت لك باكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي، كفاية؟ كين؟ أيوة يا حبيبتي أيوة. مش عارف أنام، ممكن توطي صوتك شوية؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دلوقتي، اتفضل السعادة بقى، اتفضل طيب. وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق دي يا سعاده البيه من غير ما اخد طهاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شو واقف استناها على المصيف؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن مطرح مكان يا سعاده البيه. زهر جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنه محاماه نقد واجرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا معرفش معرفش مش شغلي. واسمع يا مشري، عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البيرلاند. لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تجرنيش، فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس الولد دول حاسه. امين بقول لك ايه؟ مش عارفه انام. اتفضل اتفضل يا اخويا اتفضل يا سعاده البيه. ما ارد وما شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريبه الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم، عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مثال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا همشي هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله، ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. 105 10 ما تخليك حلو. ما اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. 3 الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقه زوكة تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. ايه هتغرقها يا رخا؟ سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه في امانة. ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الامانة؟ اصلك ما انتش فاهم، الباشا حسان عايزنا نبيع له العربية دي وهيديني 10% والبيعة هتتم باسم. باسمك انت ليه؟ اصله عايز يكبرني. كبرك ده ايه؟ حد فيك كبر حد النهاردة؟
انت بتشتغل اللي عنده من امتى؟ انا بشتغل معاه زهورات بالنقله يعني لما يكتب الشغل. بقول لك ايه؟ الحكايه دي فيها انه ايه؟ فيها انه العمل يا صاحبي. انا واقع من جوه ولازم اكل عشان اعرف اشغل الجمجمه. هاكلك احلى طبق كشري. كشري لا لا بلاش شطه دي ملهلبه قوي. حط صبعك فيها وهي تبرد. ايه يا معلمه؟ الشطه خفيف. انت جاي واجيلك يا صاحبي. ماشي. ثلاثة دوبل صلصة زيادة. صلصة خلصة. طب ما تحط لي شوية ماشي. جرايه يا سيدنا. ما تقف قلبك وتتكلم عدل امال. انا مستني لما واحده زيها بتعدين. انا لا زي زي ولا قدي قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة ايه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرسوق فيها يا بطل؟ اسال بسلام. مالك؟ انا عملت لها حاجه؟ انا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجه يا معلمة، الراجل بيضحك معاك. ده محلات العيش يا ابن والدي، واللي عايز يقرق يبقى يروح لقرقوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا النعمه لو عملتها تاني. ايه هتعملي ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل. اتنين كشري دوبل. بس كتر لي. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. دليا. نعملها معاك. هتبص تعمل قهوه يلا. من عينيا ست كل. سليمة الحمد لله. أنا عارف بيجوا كده إيه؟ مش رايح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عم؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكينج يا سيدي. كينج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. إلهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. تشكرها حلو. ما قلتليش إيه رأيك؟ طعم. طعم. أنا مش بتكلم على الكشري. ولا أنا. هنعمل إيه في حكاية العربية؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه رايك الصلاه على جمال النبي عاملك ايه؟ دي بشوكه يا دي بنت بنود. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلم هال. يا مين؟ الحكومة. يا اخوان احنا بنتكلم في العربية. عاوز كام بالصلاة على النبي؟ هي صورة ما قلنا لك. كلمة البيع والشير؟ 16. 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش 8 يلا يابا. ونص. يا عم انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعة يلا يابا. 15 حلو يلا بخسارة. يلا بخسارة زي بعض. انت العقل معايا يا جدع. خلاص بقى. اوه ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، ما تكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ عالبركة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. يبقى لما نسجل هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. أعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منك. خلاص خلاص أهو باك أهو. خليهم اتنين. اتنين حلوة يا حاج خلاص. وإيه ده اللي حلو؟ ورحمة والديك إذا كانوا حيين ولا ميتين، ما أنت بنرجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف ما صح. انا ما احلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق؟ هو حلف بالطلاق؟ الله مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باب اهو كمان كده يبقى وصلك 10. صل على النبي. اسم المشتري. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي. بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هم مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. اه القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين لشول الشهير بسونه.
نملة البطاقة كام يا سونا؟ 50 60 70. 50 60 70. 80 80. 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امدح حد يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امضي اشول، امضي اشول. والنبي ابن حلال. امضي اشول، هنا اشول. هنا الاشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي لا. سلام. سلام يا صاحبي. وانت في السجن انا قلبتها الكندة، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده. اسلقها. تسلق ايه وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله، ما هي تصبيره برضه. ولا اسفلجي ولا يا جدع. انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. ماله، ما هي حتة لحمة هنية تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني، انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا قال لي بكش ادينا سلام. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا شوح اللحمة دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فتة وشيل منابع. يلا بالعناية. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بنتعشى. اما في واحد بتاع كباب وكفتة. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتي. اقف طابور. اقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي.
اهو يا بيه، هو ده. طلعوه. اللي بعده. العظيم اللي مش عارف ازاي. خد الاتنين دول على فوق.